السلام عليكم. اليومين دول يومين دوشة، امتحانات، تسليمات، تقفيل كوارتر، كلنا فينا اللي مكفينا وكلنا مضغوطين. في السحلات اللي فاتت اتكلمنا عن تأثير الضغط العصبي على الذاكرة، بس عشان مش أخلاقي أقفلها في وشك وامشي، فالسحلة دي عن ازاي نتعامل مع الاسترس، اللي هو مختلف تماما عن التعامل مع الاسترسور، الحاجة اللي ضغطانا. الاسترسور هو اي تغيير بيحصل في البيئه اللي حوالينا او جوانا، عقلنا بيشوفه خطر، فبيجهز عقلنا لمواجهه هذا الخطر من خلال سلسله بديعه من العمليات الكيميائيه والعصبيه اسمها الاسترس ريسبونس او استجابه الضغط العصبي. يعني اول حاجه كده محتاجين نحطها في بالنا ان احساس اني مضغوطه ده مش حاجه في الفراغ، دي تغييرات بتحصل في جسمنا وبدون ادنى تدخل مننا. مخك مش بيستناكي تفكري وتقولي اه والله ده احنا شكلنا تاخدين على حوار، يا ترى هنتعامل معاها ازاي. لا، اركين انتي عروسه على جنب، انا هتعامل على ما تشوفي انتي هتعملي ايه. اتكلمنا قبل كده عن الاميجدلا، فاكرين الاميجدلا؟ حته صغيره قد اللوزه في المخ مسؤوله عن تصنيف المشاعر. اهو الاميجدلا دي ممكن نسميها اللوزه المذعوره، لانها اول ما بتحس بتغيير مش مفهوم في بيئتنا ممكن بس يشكل خطر علينا، بتعلن حاله الطوارئ. وقبل ما احنا نفسنا ننتبه بشكل واعي ان ممكن يكون في حاجه خطيره، بتكون الاميجدلا بعتت لجزء تاني في المخ اسمه الهايبوثالامس، الحقونا الحقونا بجنب. وفي جزء من الثانيه برضو الهايبوثالامس بتتحول الى قائد حربي وبتنفذ بروتوكول شديد الدقه مكون من خطوتين. اول خطوه في بروتوكول اجسامنا للتعامل مع الضغط العصبي هي الفايت اور فلايت ريسبونس، يعني نتخانق يا نجري. بتطلع هرمونات الادرينالين والنور ادرينالين، وبتخلي جسمنا يشتغل بطريقه مختلفه تماما عن الطبيعي. ضربات القلب تزيد، عايزين نضخ دم العضلات على قد ما نقدر. تنفس يزيد، عايزين اكسجين على قد ما نقدر. الانتباه والتركيز للي بيحصل دلوقتي سهم لفوق، فنجيلي عينيكي وطرطقي ودانك واصحي لا يغفلونا. مش وقت سرحان ولا تخطيط للمستقبل خالص، احنا هنا في الهير اند ناو. الذاكره هات لنا يا ابني سطر الجلاليب من جوه، كل المواقف المهببه اللي عدت علينا اللي ممكن تكون شبه اللي احنا فيه دلوقتي، يمكن تلاقي معلومه كده او كده تساعدنا نتعامل مع اللي احنا فيه. وخلي الجسم متاهب ومصحصح كده، علشان شكلنا داخلين على ايام ما يعلم بيها الا ربنا. ولكن زي ما الضغط العصبي وهرمونات التوتر بتخلي جسمنا يدوس بنزين في الوظائف اللي ممكن تساعدنا نتخانق او نجري، في وظائف تانية هتاخد اجازه وضع عشان الوضع سيء جدا. الهضم مثلا، فيش يا ابني هضم ايه وامتصاص ايه، لسه هقعد استنى 4 ساعات هضم وامتصاص؟ وقفلي الهضم خالص واحرق لي كل السكر اللي متخزن في الكبد وعلي لي سكر الدم حالا. طب انا بس كنت متعوره تعويره كان نفسي تلم. لا، تعويره ايه؟ نمو بقى وتجديد انسجه؟ مفيش الكلام ده. بعدين انعشنا ان شاء الله، خدي شويه اندورفينز اهي، مسكنات هوم ميد جميله عاملها لك في المخ، علشان ما تقعديش بقى تتقلمي وتقرفينا. الاولويه للحاجات اللي هتساعدنا نجري او نتخانق، الباقي كله يستنى. اوفر شويه يا اميجدلا يا بنتي؟ طب ما انا بحاول انقذ حياتك، اعمل ايه؟ وبعدين كده كده الفايت اور فلايت ريسبونس ده بيطلع خلال ثواني معدوده وبيستمر لدقائق معدوده، مفروض خلالها يا تكوني اتخانقتي يا جريتي يا الخطر اللي سبب حاله الذعر دي زال. لو ده حصل، الاميجدلا بتبعت للهيبوكامبس ان خلاص شكرا شباب، مجهود رائع، احنا في الامان دلوقتي، وبيبدا تتابع عصبي جديد علشان الجسم يرجع لحالته الطبيعيه. طب ولو الحاجه اللي وترتنا ما اختفتش؟ لو الحاجه اللي ضغطانا او الاسترسور ما اختفتش خلال دقائق، بيبقى ده وقت الخطوه الثانيه من بروتوكول التعامل مع الضغط العصبي. عشان واضح كده اننا مطولين في الهم ده ومحتاجين استراتيجيه اذكى. هذه الاستراتيجيه بتحصل بقياده هرمون اسمه الكورتيزول، كلنا تقريبا سمعنا عنه. عارفين الكورتيزون اللي محدش بيرضى ياخده ده رغم ان الدكتور هو اللي كاتبه والحاله محتاجاه فعلا؟ اهو الكورتيزول ده اساسا واحد من هرمونات التوتر، وبيتصنع في جسمنا عادي لما نتعرض لتوتر لفتره طويله. هدفه الاساسي يوفر طاقه للعضلات علشان نعرف نتخانق او نجري من الحاجه اللي ضغطانا. بس الكورتيزول بيعمل ده بطريقه اشيك شويه، فالهضم مش هيقف بس هيتباطأ تماما. ولملي يا ابني كل الكالسيوم اللي في الجسم وديه على العضلات وخليها تنسو ونشفة كده، علشان ما يحصلناش اصابه لو هنتخانق او نجري. طب ضوافري؟ لا ضوافرك ايه، العظم نفسه بيفقد كالسيوم. طب بالنسبه للدوره الشهريه يا فندم، احنا كنا محتاجين بس شويه هرمونات خصوبه. خصوبه احنا في مصيبه، تتاخر بقى ولا ما تجيش خالص مش وقته. طب سيب لي المناعه، طيب اي حاجه استر نفسي، الشارع مليان جراثيم. ماليش فيه، تتحرق فوف اكتر ما هي محروقه. طب بشرتي وشعري؟ لا احنا في ازمه، واضح انك مش مستوعبه، شعرك وبشرتك مش هيساعدوكي تجري، وكلمه كمان وهوقع لك شعرك كله حالا. الكورتيزول في الطبيعي مش المفروض يفضل في جسمنا لفتره طويله، هو بيفضل يطلع لحد ما تيجي حاجه تقول الاميجدلا خلاص يا حاجه شكرا احنا بقينا في الامان، وبكده نبقى كملنا الاسترس سايكل او دوره الضغط العصبي. يعني عشان ما نتوهش من بعض، الاسترس سايكل بتتكون من 3 مراحل. واحد، نتعرض لحاجه تضغطنا فعقلنا يحس بالخطر ويطلع الهرمونات اللي تساعدنا ان احنا نجري او نتخانق معاها. 2، نجري او نتخانق، نبذل مجهود بدني اكتر من العادي لفتره. 3، عقلنا يستوعب اننا وصلنا للامان فجسمنا يرجع للطبيعي. سيستم رائع طبعا، ولكن الحاجات اللي بتضغطنا مش كلها هنعرف نتعامل معاها بالجري ولا بالخناق. انا مش هجري من مشروع
مشروع التخرج ولا الديدلاين، ولا هضرب الستوري اللي نزلها الاكس مع البنت اللي سيبنا بعض بسببها. ممكن اضرب الاكس نفسه، بس ده مش سلوك حضاري، مش اخلاقي. وحتى في مواقف زي انك اتعرضتي للتحرش في الشارع مثلا، مش دايما بيبقى اوبشن انك تضربي المتحرش او تجري منه. فالنتيجه ان دوره الضغط العصبي تبدا وما تكملش، ويفضل جسمنا منقوع في هرمونات التوتر زي البانيه في التتبيله، والنتيجه ارهاق مستمر، عضلات متنشنه، مشاكل في الهضم والامتصاص، بشرتي تعبانه، شعري بيقع، ضوافري بتتكسر، البيريود متلخبطه، على طول عيانه، مزاجي سيء، بتخن. كل ده علشان الكورتيزول موجود في جسمنا لفتره طويله بدون داعي. طيب، في كل ما سبق واضح جدا ان الضغط العصبي حاجه، والستريسر الحاجه اللي ضغطانا حاجه تانية. حتى لو حليتي المشكله اللي حطت جسمك في حاله ستريس، عقلك لسه مستني الاشاره اللي تقول ان احنا وصلنا لبر الامان. كل اللي بيحصل في استجابه الضغط العصبي، جسمك بيجهزك انك تتخنقي او تجري، تبذلي مجهود بدني اكتر من العادي لفتره، وبعدين تقعدي ترتاحي في حته امان. هي دي الاشاره اللي جسمك مستنيها، واللي هيفضل مستنيها حتى لو اتعاملتي مع الستريسر وحلفتي له 100 يمين ان خلاص الموضوع اتحل. فاول اوبشن علشان نتعامل مع الضغط العصبي، اعملي اللي جسمك متوقعه. مش عايز اي فرهده، ماشي اجري، اعملي تمارين، ارقصي، اتنططي، اضربي المخده، اي فرك يحلل الهرمونات اللي طلعت دي ويقول لعقلك ان خلاص احنا في الامان. ما بعرفش ارقص، وما بحبش التمارين، ومش عايز انزل اجري، الشارع اصلا بيوترني، هعيش بقى متوتره بقيت حياتي؟ عيب، وانا هسيبك كده وامشي، جايالك. المجهود البدني اكتر حاجه فعاله في التعامل مع الضغط العصبي، ومع ذلك هو مش الاوبشن المفضل عند كل الناس، والحمد لله انه مش الاوبشن الوحيد. التنفس العميق مثلا حل رائع. احنا حتى في لغتنا الدارجه لما بنقول ان حد ارتاح من حاجه بنقول انه شم نفسه، وبعكس الهرمونات والاعصاب اللي ملناش سيطره عليها، نفسنا ممكن نتحكم فيه. 3-4 دقايق من التنفس العميق كفايه. حاجه تانية، انك تتكلمي مع حد بتثقي فيه وتطمني له، او تاخدي حضن طويل. التواصل الانساني مع شخص محل ثقه بينبه الاميجدلا ان تمام، احنا مش لوحدنا ومش محتاجين نجري. حاجه كمان، العياط. عمرك عيطتي اللي هو بشحتفه كده وبعدين حسيتي بعدها انك مرتاحه؟ العياط اليه ممتازه للستريس ريليس او التنفيس عن الضغط. سيبك بقى من اللي يقولك عيوطه والكلام ده، محدش هينفعك لما الضغط يبوظ صحتك، عيطي. طيب، احنا كده اتعاملنا مع الضغط العصبي نفسه. بالنسبه بقى للمشكله اللي سببته، ما انا اتعاملت مع الضغط هصحى بكره الصبح اتضغط في نفس الحاجه تاني. طيب، اللي اقدر اقوله هنا ان اغلب الستريسورز اللي بنواجهها في حياتنا مش محتاجه جري ولا ضرب، محتاجه ذهن صافي يعرف يفكر بهدوء ويتخيل حلول ذكيه. الستريس مود مش بيسمح بالخيال، مش وقت تايم ترافل خالص دلوقتي، خليك معايا هنا في الهير اند ناو. مع ان حل المشكله بشكل ما مش في الهير اند ناو، في المستقبل، في حاجه لسه انت هتعمليها. ونظريا مفروض تسيبي الهير اند ناو وتسافري في دماغك في المستقبل وتتخيلي لو عملت كذا هيحصل كذا، ولو عملت كذا هيحصل كذا. وعقلك مش هيسمح لك تسافري للمستقبل غير لما يبقى مطمن عليكي في الهير اند ناو. مش يقولك ما تاخديش قرارات وانت متعصبه، ما ايوه بنسبه كبيره القرارات اللي بناخدها واحنا متعصبين مش اذكى قرارات ممكن تطلع مننا. قدرتنا على التفكير المتقدم والتخطيط للمستقبل والتخيل محطوطه انهول لحد ما جسمنا يكمل دوره الضغط العصبي، ساعتها بس ممكن عقلنا يسمح لنا نسافر المستقبل والماضي ومكان ما احنا عايزين. فجربي في الحاجات اللي فاتت، هتلاقي حاجه بتنفع معاكي اكتر من الحاجات التانية، او حاجه بتنفع معاكي وما بتنفعش مع صاحبتك. المهم قبل ما تتسحلي في التعامل مع الستريسر الحاجه اللي ضغطاكي، تدي وقت لنفسك تتعاملي مع الستريس نفسه. الفكره مش اننا نعيش حياه بلا ضغط، مفيش حاجه اسمها كده، غير ان الضغط نفسه احيانا ممكن يخلينا ننمو ونتعلم حاجات جديده. الفكره ان يبقى عندنا مرونه، نضغط وبعدين نفك ونطلع نواجه العالم عادي، ما نتحشرش في حته. واه في ضغوط بتتكرر، وفي ضغوط اكبر مننا، وفي ضغوط حلها مش في ايدينا اصلا، بس جسمنا في ايدينا. ممكن نخلي تجربه وجودنا في الجسم ده احسن شويه، ولو حظنا حلو ممكن ده نفسه يساعدنا نوصل لحلول اذكى. قولولي في الكومنتس ايه الحاجات اللي جربتوها في التعامل مع الاسترس، وايه منها نفع وايه ما نفعش. ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير وسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.